تواصل مع بعض، مش عارفه تتكلم مع بعض، حاسين ان هم بيتخانقوا نفس الخناقه طول الوقت طول الوقت طول الوقت، ومش عارفين ايه الغلط، بيوصلوا كده لديد اند، عايزين حد يساعدهم. يمكن دي اشهر الحاجات اللي احنا بنلاقيها. بلس بقى يعني رينج واسع من المشاكل، زي مشاكل الخيانه، المشاكل بتاعه العلاقات الجنسيه، المشاكل في العلاقه الجنسيه، المشاكل اللي هي خاصه بقرارات الحياه الكبيره، الناس مختلفه يعني مش عارفين ياخدوا قرار مشترك، او في ميجور لايف ايفنتس. معلش انا درست كلها بالانجليزي فبعطل شويه في الترجمه. ف قصدك تخطيط الحياه، الحاجات اللي أيوة. بنتكلم فيها في المستقبل اكتر، الحاجات اللي زي دي بالظبط. ايوه مش عارفين مثلا يتفقوا عليها، مش عارفين يتخطوها، مش عارفين كل واحد فيهم يشوف وجهه نظر الشخص الاخر، فبيبقوا محتاجين حد تاني. حاجات ليها علاقه ب ان هم مثلا متخانقين على فلوس، الباور كونفليكت، ان ابتدى يبقى فيه عنف في عنده كمان، او ان الناس خدت قرار الطلاق وعايزه اللي هو تشوف حد بقى مره اخيره قبل ما تشوف هل القرار ده صح او غلط. في ناس بتبقى محتاجه حد يساعدها في قرار. طب منين يا دكتور بيجي مثلا النهارده انا خطبت البنت دي وبقيت معاها، وفي وقت الخطوبه كانت التواصل والاتصال كان كويس جدا، وفجاه الاتصال او اللي هو في بقى سوء التفاهم ده بيحصل؟ أيوة. منين بيجي ده؟ لا من حاجات كتير. يعني من حاجات كتير. الكوميونيكيشن او التواصل هو سكيل، مجموعه مهارات الواحد بيتعلمها عشان يبقى فيه علاقه. في ناس كتير بتبقى متخيله ان الحب لوحده كفايه، كفايه يعني مثلا ما دام الشخص ده منجذب للشخص ده فكل حاجه هتمشي كده وخلاص. كل واحد بيبقى معبأ بافتراضات، وحي خيالي رسمه من غير ما يكون قاله اصلا الطرف الاخر. فالتواصل هو عباره عن مجموعه من المهارات. اول حاجه فيها واهم حاجه فيها فكره الاستماع، ان انا اسمع اللي قدامي من غير ما احكم ومن غير ما افترض. من اشهر الحاجات اللي بتعمل مشاكل في التواصل هي فكره المايند ريدنج، ان انا ابقى قاعده قدامك اقرا تفكيرك او انت بتفكر ازاي او بتفكر في ايه، ان انا ابقى متخيله ان انا عارفه انت بتعملي اللي بتعملي لي وبتقولي اللي بتقولي لي وانفعل وحاسبك على اساس ده، ما اديكيش مساحه، ما اسالش. فدي من اكتر حاجات اللي بتعمل مشاكل بتاعه التواصل، الناس ما بتبقاش عارفه تتكلم مع بعضها، ما بتديش المساحه دي. طيب هل في مصر في الوعي الكافي انه لما يكون زوجين عندهم مشاكل مع بعض يروحوا لمتخصص نفسي او متخصص في العلاقات الزوجية ان هم يحاولوا ينجحوا العلاقة دي، ولا بيبقى في فكرة انه انا تمام، انا مش محتاج لحد يساعدني ان انا امشي بيتي او ان انا انجح العلاقة دي؟ هل يعني الموضوع ده بدأ ينتشر في مصر والثقافة دي بدأت تبقى موجودة ولا لا؟ هي بدأت تبقى موجودة خصوصا مع وجود المتخصصين، مع وجود السوشيال ميديا. شريف كان بيقول مع وجود السوشيال ميديا ومع وجود الوعي، الناس بقت تنفتح على الثقافات الاخرى، ومع الوجود